أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات. وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة الثانية المصرية الجديد على النايل سات. وقناة الثانية هي قناة مصرية منوعة من أقدم قنوات التلفزيون المصري، فقد انطلقت من ماسبيرو. وتعمل القناة الثانية المصرية على عرض كافة البرامج التلفزيونية التي يهتم بها المشاهد المصري والعربي، وبعض الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات المصرية الهادفة. القناة الثانية هي الأرضية هي القناة الثانية المصرية الأرضية لجمهورية مصر العربية، وهي قناة تتبع للهيئة الوطنية للإعلام، وتبث من مبنى التلفزيون المصري ماسبيرو. وقد تم إنشاؤها في عام 1961، حيث قامت بعرض العديد من الأفلام والمسلسلات الأجنبية المترجمة للغة العربية، إلى أن وصلت الآن بعرض عدة برامج متعددة المجالات التي يهتم بها المجتمع المصري في كل المجالات. كما أن القناة الثانية المصرية تعد من أهم القنوات المصرية الرسمية بعد القناة الأولى المصرية، فالقناة يعرض عليها أهم الفعاليات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية، وحفلات دار الأوبرا المصرية والمؤتمرات الهامة. وتعمل قناة الثانية المصرية بشكل مجاني على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير للبث. تردد قناة الثانية المصرية 2022. يوجد ترددين على القمر الصناعي، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات، ولا يوجد ترددات أخرى على القمر الصناعي الأخرى. تردد قناة الثانية المصرية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 12054 لاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 56، الجودة أستي. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 12054 لاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 56، الجودة أستي. إذن نكرر أخيرا، تردد قناة الثانية المصرية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 12054 الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 56، الجودة أستي. اسم القناة على قائمة القنوات الثانية. إذن وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة الثانية المصرية على القمر الصناعي نايل سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.